بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنعرف الغرض من إنشاء القناة. في الأول تعليم الطلاب الفنون اليدوية من خلال مادة التربية الفنية أو الفنون التشكيلية أو التربية التشكيلية، ودي مسميات على حسب المادة في كل بلد عربي، وأيضا بتساعد طلبة الكلية، يعني كمان بتساعد طلبة الكلية اللي هم متخصصين في مادة الفنون أو اللي بيدرسهم مجال الفنون في أي كلية، أو بيصنعوا وسائل تعليمية أو أي أنشطة بتفيدهم القناة إن شاء الله. وأيضا المساعدة في عمل الأنشطة المدرسية، يعني هي بتساعد وبتسهل لولي الأمر والطالب إزاي يعمل الأنشطة المدرسية. أيضا تعليم الطالب كيف يستخدم الأدوات، يعني بعلمه إزاي تستخدم الأدوات وإزاي تكون حريص في استخدام الأدوات واستخدام بعض الخامات. بتساعد الطالب كمان في تنمية المهارات اليدوية، مهارة اليدوية، وكمان تنمية الابتكار عند الطالب. بتساعده في توسيع مدارج المخ، بتوسع مدارج المخ عند الطالب في التعامل مع الخامات، يعني ازاي يتعامل مع الخامة ونوع الخامة ديت، وازاي يتعامل مع الأداة، واختيار الأفضل من الخامات والبدايل للخامات والأدوات المناسبة. تساعد أيضا في شرح بعض الوسائل التعليمية، يعني شرح بعض الوسائل التعليمية. القناة بتشرح بعض الوسائل التعليمية، وخاصة مادة الهندسة في الرياضيات وممكن بعض المواد الأخرى، تسهيل الربط بين مادة الفنون التشكيلية والمواد الأخرى أثناء الشرح. يعني المعلم أثناء الشرح بيرسم عشان يوصل المعلومة للطلاب بطريقة فنية وبأسلوب فني. يبقى مادة الفنون التشكيلية مهمة حتى أثناء الشرح وأثناء الطالب أثناء المذاكرة. أيضا بننبه أو ننوه لأن إن القناة بها بعض الفيديوهات اللي ممكن تكون ضعيفة نتيجة المنتجة أو الفكرة أو التسرع، لكن احنا بيتم تكرارها وتأكيدها للأفضل، وبتشرح الفكرة بطريقة مبسطة، وفي أكتر من فيديو مكرر لفكرة معينة عشان توضح الفكرة أكتر. ونتمنى من الإخوة إن شاء الله الاشتراك معانا ومتابعة القناة، الإخوة المعلمين وأولياء الأمور والطلاب وطلاب الجامعات، ولكم جزيل الشكر.